مرحبا بكم أعزائي بهذا الدرس. راح نربط فد انديكيتر مع هذا السويتش اللي سويناه. فأكيد راح تستخدم الجرافيكس، يعني فبالجرافيكس عندك أي ألوان تعجبك. أنا أحب أستخدم الترو كولر، يكون ألوانه زاهية وجميلة. ف بالفرضا بالبوش بوتومز عندك هنا بوش بوتومات، أنا راح أختار مثلا أوكي هذا الانديكيتر، وشوي صرف الحشمة. بعد شنو أضيف له الجرين لايت، هذا الجرين لايت يعني شوف درجة السطوع مالته تختلف. فهذا راح يصير فد جرافيكس فوق هذا الجرافيكس أوكي. فأني شنو راح أسوي، الفكرة إنه أتحكم بظهور هذا الجرافيكس أوكي. طبعا الأرو الأسهم اللي موجودة بالكيبورد تعطيك سماحية بالتحكم مثل الماوس، يعني إذا فد عنصر ما اجى مضبوط انت ممكن بالأسهم تعدل مكانه أوكي. هسه من اختار قاعد اختار، يا هو السيركل هاي ضفتها، ولما ما اختار البدنة هذا راح يختار لي الجرين بايلوت لايت أوكي، لايت 1 وهذا لايت 2، هذا الرسومات اللي موجودات في الجرافيكس. اني اريد هذا شو وقت يظهر، هذا الثابت راح يبقى وهذا يظهر. اهم شيء انت الفكره، يعني شلون راح تفكرها وبعدين تصممها. يعني هذا اريده ما موجود، من اسوي اون يظهر. فاروح على الانيميشنز، اختار الفيزابيلتي اوكي. هذا الفيزابيلتي ما نفعل، راح تعطيها انيبل اوكي. قلنا اي شيء راح يتفعل راح يتغير التكست مالته. فهنا تفعل عندي الفيزابيلتي، بقى اريد اسوي بت يشتغل اوكي 01. فلازم تربطه بتاج معين، تريد تربطه بهذا التاج اللي احنا اخذناه من الستيب 7، او انت تريد تضيف من السيمبل تيبل مالتك تضيف لك تاج جديد، انت حر بعد بكيفك اوكي. التاجات اللي اخذتها يخلي لك قدام هذه الاشاره التاج، واللي بعدك ما ماخذها شوف هذين كلهم ما ماخذيهم، هذول يخلي لك بيهم غير اشاره او بدون اشاره يبقون عفوا. زين انا راح اختار التاج اللي ضفناه قبل شويه واعطيه فيزيبل، يعني هذا التاج من يصير 1 اوكي انت سوي لي اياه فيزيبل. لو اجي وانفذ شوف هسه بالاوف هو ما موجود اوكي، هذه الدائره مو موجوده. من راح تشغل راح يصير اون، راح يظهر الدائره، تظهر المشغل راح يعرف بانه هذا صار اون اوكي. ما وراء الكواليس هذا الشيء احنا نتحكم به، ولكن الظاهر هو المهم، ظاهر انه جاي يظهر بانه يبين كانه مشتغل ومنطفي اوكي. ممكن تربطه بغير تاك، خلينا نجرب. طبعا هنا انتهى الدرس، بس اللي يريد يبقى حر يعني. الفيزابيلتي تقدر تربطه بغير تاك، انا راح اربطه بغير تاك بالسيمبل اللي ضايفهم، واختار فرضا هذا التاك فيوس في الايو اوكي، وامطي سيف. و اسوي لي رن زين. هسه ما يتاثر، ليش؟ هو هذا قاعد يسوي اون اوف بس الغير بت، يعني للامرجنسي. هنا ليش ما يظهر؟ انت تقدر تخليه يظهر، تضيف التاج مالته، تسوي له سيموليتر فيوز فيل اوكي، واخلي له بيت اللي 1 طيب اوكي. هذا ظهر عندي التاج، اخلي له 0 1 اوكي. بهالطريقه يعني هسه ماكو بيناتهم ربط، الربط هو كله راح يصير حسب التاج مالتك. زين ان شاء الله هذا الدرس كان واضح، واي سؤال اذا تحبون سألوه بالتعليقات أو على الفيسبوك، وشكرا لحضراتكم.